يعني ابن محمد نايم هون، يعني احمد الصاروخ واقف له فجاه فتح الباب، فتحت الباب مش طبيعي، اول مره بشوفها كل الباب الحديد اجى على ابن محمد على الصاروخ بالشظايا شفت اجر محمد من هون جاي تنتهي، والله انا مش مطمن له، الدم هياته وهي شوفها في اللحمه هياها والصاروخ برقبته وجريه، حاول يعالجوه بس انا بالنسبه لي انا كنت متضايق، يعني كان وضعه مش مطمنش، كان وضعه بجريب خاذ جريت تنتين وصاروخ بركبته وخصره والدم ميه على الارض، هذا الدليل، وشوفها باللحمه هون حتى شوفها بالحديد بالحيطان، حتى شوفها باللحمه اياها بالسكر، هذا كيف طلع فوق، هذا كيف شفت الحديد، هذا كيف شفت البطون تكسر، كيف شفت جريم ابن محمد من مترين، من متر متر ونص شفت الحديد بين جريم ابني، انا طلتها الفرشه تنزعت، الصاروخ صار يصرخ، طيب عمي دم يعتقلوا واحد بنادم، يعني مو وصل احنا ايش هاي مش طريق، انا مش معقول يعتقلوا واحد، يعني يعتقلوه ربطوه بخضوه، طب شو اما يمزع الحديد ويضربوه، ابن محمد نايم مسالم مش عامل شيء، احمد صاروخ واقف وانا بشرح قدام الناس كلها واقف ما عوش شيء، وابني نايم ما بده يقعد اقول لك تين الجرح، شوفها في الباب اجي عليهم شطر عجريهم وشي على بطني وشي على راسي الدم هياك، انا صراحه هذا الاحكي موقف مش طبيعي، يا اب واولاد اخذوهم بالحملات ما مشوا مشي، حملوهم اثنين بالحملات اخذوهم بالحملات، شوف هي ما عرفتش